وللحديث عن انتشار الميليشيات في الأراضي السورية ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي أحمد كامل. سيد أحمد، مرحبا بكم. يعني كما استمعتم، استنفار إيران وميليشياتها في دير الزور بعد تسريب خارطة لانتشارهم في تلك المناطق، لماذا هذا الاهتمام الإيراني بالشرق السوري تحديدا سيد أحمد؟ أولا استكمال الهلال الشيعي، يعني التواصل الجغرافي الأرضي من إيران إلى العراق إلى سوريا إلى لبنان، فهذه المنطقة مهمة جدا لكي تكتمل الأفعى الصفراء التي تمتد من إيران إلى العراق إلى سوريا إلى لبنان. ثانيا، هذه منطقة غنية بالنفط ومهمة جدا بالنسبة لتمويل الإجرام الذي ترتكبه إيران والنظام السوري في سوريا، لأنه إيران عندها مشكلة مالية الآن. وقبل أيام كما تعلمون تم ضبط أكبر شحنة مخدرات في تاريخ البشرية صادرة من سوريا إلى اليونان. فإذا الهدف واحد، ضمان التواصل الأرضي من إيران إلى العراق إلى سوريا إلى لبنان، وثانيا ضمان مصدر مالي. طيب سيد أحمد، التنافس الأمريكي الإيراني كيف ممكن أن ينعكس على النفوذ بالشرق السوري، بالأخذ بنظر الاعتبار طبعا قاعدة التنف الأمريكية وانتشار الميليشيات في مدينة البوكمال؟ حتى الآن ما في تنافس، يعني الأمريكي يترك للإيراني ما لا يريده، يترك له الفتات، يترك له المهمات القذرة. الأمريكي طبعا يريد القضاء على الثورة السورية، ولكن لا يستطيع أن يفعل ذلك علنا، لا يستطيع أن يقصف أو يقتل متظاهرين، هذا كثير صعب على الأمريكي، فيترك أحد يقوم بهذه المهمة القذرة. فترك حزب الله الشيعي اللبناني وترك النظام الملالي الإيراني هم أن يقوموا بهذه المهمة. فما في تنافس، يعني مرة واحدة حصل شبه مواجهة شبه تنافس، إنه الإيرانيين والروس والنظام هجموا في دير الزور على في بداية العام الماضي، في بداية العام الماضي، الآن مضى سنة وعدة أشهر على الحادثة، على أحد آبار النفط، فتم إبادتهم جميعا، يعني قتل ما يزيد عن 1000 شخص من الروس ومن الإيرانيين ومن الأسديين، وانتهى الموضوع وشالوا الموضوع من رأسهم. فالإيراني يعرف حجمه في سوريا ويقبل الفتات، يعني ما ترك السبع كما يقال باللغة العربية، هو يأخذ ما لا يريده الأمريكي يأخذ ما يريد والباقي يوزعه. طيب، على الروس وعلى الإيراني. سيد أحمد، إذا انتقلنا إلى الغرب السوري، هناك غارات مستمرة على إدلب وحماة، ولكن هل هذا مدعاة بأن ربما يستعد أو يحضر النظام لعملية عسكرية في تلك المنطقتين؟ أيضا ما دور الأطراف الدولية في منع هذه الهجمات المرتقبة؟ لا يوجد نظام، يعني ولا يقرر ولا شيء النظام، ولا هو يقرر ولا هو يحارب ولا هو هو الجيش الرابع. بقايا النظام هي القوة أو الجيش أو الميليشيا الرابعة في ترتيب القوة في النصف الفقير والمدمر من سوريا، هو الجيش أو القوات الرابعة في الترتيب في النصف الفقير والمدمر من سوريا، الذي يكرر هو الروسي ثم الإيراني. في موضوع إدلب الذي يكرر هو الروسي، وهو يريد أن يأخذ إدلب ويريد أن يأخذ شمال محافظة حلب، المناطق الخضراء، المناطق اللي فيها الشعب السوري مع القوات التركية، ليست آخر المعاقل ولكنها منطقة كبيرة، أكبر من دولة، أكبر من دولة لبنان، وفيها 5 ملايين إنسان، يعني ثلث الشعب السوري اللي موجود الآن في سوريا، فهي ليست معقل صغير وإنما معقل كبير، وهي تقاوم مقاومة جبارة جدا، وتعجز روسيا ويعجز الهمج القادمين من إيران ومن لبنان ومن العراق ومن أفغانستان ومن باكستان، الهمج الطائفيين يعجزون منذ عدة أشهر عن التقدم في تلك المنطقة، لأن تركيا تقف موقف جيد وتدعمهم. نعم، ولأنهم أبطال حقيقة. من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي أحمد كامل، شكرا جزيلا لكم.